نوصل للقصة اللي واخد العنوان اللي هي الصراع على المسجد القديم، وده صراع كلنا في الأحياء بتاعتنا بيبقى موجود حاجة بالشكل ده. أما جدد أمور طبعا هو فيه رسائل خفية بيبعتها لنا في السكة كده، يعني المسجد قديم لكن جم هيبنوا فوقه عيادات و يعني من غير تفاصيل، فما استحملش فهيقع. المشكلة إن في ولي، واحنا المصريين من موروثنا القديم حكايه الجسد، الخناقات كانت مشهوره على اولياء كتير وقديسين وحاجات بالشكل ده. لكن اللي جاب سيره الرتينه ايه بقى، او الرتنه اللي تعليقاتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه اللي جاب سيرتها؟ ان اولا ده من غير تفاصيل كتير، يعني ده اختراع المصريين عملوه بحيث يستفيدوا من الفكره بتاعت ان الوقود او حرق الوقود يعمل ضوء، واللغه العربيه تكاد هي الوحيده اللي النور فيها مرتبط بالنار. يعني لما تدور في لغات تانية ممكن تلاقي فليم مثلا في حته والتانيه لايت، كلمتين متباعدتين، لكن في لغتنا احنا نور ونار دي مرتبطه، ولذلك مصدر النور هتبص تلاقي لازم يكون في نار اما تشعل النار. وطبعا هو عايز يبعد بينا عن الاسطوره بتاعت ما هو ابرع مخترع في العالم هو اللي استانس النار، اني قد انست نارا مثلا، اللي هي الاسطوره اللي اليونان خلوها بروميثيوس. الراتن عباره عن ايه؟ غشاء زي الشاش كده، وبيحطوا عليه ماده كيماويه بتتوهج لكن تشتعل دون ان تحترق. هي البراعه بتاعت الدماغ المصريه دي اللي انا ما اعرفش كانت بتعمل ايه عشان تطلع الفكره دي، ان ازاي ينتثر بخار الكيروسين لان ده كان بيشتغل على الجهاز القديم ويشتعل العواجيز. هيبقوا عارفين الروتينه دي لو تستفيد طبعا. وبعدين الراجل اللي يولعها فيتم الحرق للرذاذ اللي موجود جوه ده، فيخلي الراتينه دي تتوهج لكن ما تشتعلش. هي البراعه في كده، لكن طبعا شويه شويه بتقدم. ولذلك هو ربط هنا بشكل، عشان كده يعني هي الحكايه هنا الملمح هنا صوفي، ولذلك نحس هنا حتى الايه بتاعت المشكاه، ايه المشكاه واضحه قوي هنا، ان التوصيف هنا للزيتونه لا شرقيه ولا غربيه، النص يعني ان الاشتعال هنا تم للوقود مش للمصدر بتاع الوقود. ولذلك هو هنا الخناقه اللي حصلت في الحي على الولي كانت مشكله فيها الكفن القديم اللي هو طبعا بلى بفعل الزمن، لكنه الاهالي بينظروا ليه باعتباره مصدر من مصادر الاشعاع. يعني اشعاع ايه؟ ما حدش، بس هو اشعاع وخلاص. يعني هي الحيره اللي احنا عايشينها يعني تاريخيا يعني. ولذلك ابتدى الاهالي يتوارثوا او يستعيدوا الحكايات القديمه عن هذا الولي. وطبعا احنا حكاياتنا عن الاوليه ما بتخلصش، لدرجه ان في حاجات مضحكه يعني يعني مثلا هو في القصه بتاعت الدكتور حاتم هنا اتكلم عن ان في جنازه الشيخ ده في طائر غريب كان طاير راح داخل وجثم داخل النعش، وهو اللي وجههم لمكان المقبره مثلا. الكفن اللي هو ازاي، هل يعني هيعيدوا التكفين تاني ولا يعني ولا هيبقى هو الكفن بالشكل ده. القصة اللي هو يعني بين على فيها ان هو يعني خلاص ضج من حالة الانضباط، وهو اللي يقترب من الدكتور حاتم ويتعامل معاه يحس بقدر هائل من الانضباط. يعني ما شاء الله عليك يا دكتور. انما انا اللي اقصده ان القصة اللي هو عبر فيها عن ان هو ضج من الانضباط، كمان هو صغلها عنوان اللي هو بيقول سماها الخروج عن السطر. يعني كانه يعني عمل خطه، حتى الافساد هنا ده هو كان عامل له خطه، يعني مش مثلا ترك نفسه لعشوائيه الشارع او لا 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 لا، ده هو عامل زي منهج
هينزل يروح ايه او يعمل. ولذلك حكى لنا بالظبط الخطوات اللي هو هينزل وهيروح المكان. وطبعا يعني هو في هنا هقول بس هستعين هو زهق وبيحلم بيفكر في مغامرة لكسر الملل. الأوصاف اللي عملها هنا إن هو مشي ذكر أسامي الأماكن بالاسم، يعني جاب سيرة مطعم فلفلة وفي عناوين اتغيرت، يعني الكافيتيريا ستيلا ما بقاش صح في المجتمع دلوقتي يبقى مكتوب ستيلا، فطبعا ستيلا دي تودي النار، فهو اتغير. انا ما اعرفش بقى اسمه ايه يا دكتور، بس انت اكيد انت عارف، بس انت لما كتبت ستيلا هنا يعني انت حددت كده ناس معينه اللي هتعرف يعني كمان يعني وصف لنا حاله الغش حتى في السجاير، ان الواد اللي باع له السيجار كان غاشش السيجار، يعني حط له شويه حاجات فيه ما هياش مظبوطه. كمان اشار لدخوله للبار، واشار لدخوله للبار هنا زي كان بيكتبوا عن اللي ناوي 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 على الفساد، فدخل البار بالوصف لانه جاب سيره السينما بعد كده بوصف الكاوبوي اللي داخل الباب بتاع الباب السوستر بالطرفتين، فهو داخل يقتحم الباب، يعني كانه بينتقل من عالم الى عالم اخر. فهنا يعني هو شبه لنا منظر الكاوبوي زي في الافلام القديمه عشان يدخل البار، وهو فوجئ ان الراجل اللي في البار ودي من التداعيات المضحكه، يعني هو ورا الانضباط بقى وكده. في هنا بيسود النص خفه دم برضه، بس هي خفيه، ان الواد اللي واقف على البار لابس بلطو ابيض، هو بقى البلطو الابيض في دماغه ليه معادل تاني موضوعي، ان يعني هو كانه وسعت دايره الترقب. البلطو الابيض ده بيستخدم في كام حاجه، فبقى في بلطو ابيض كمان موجود في البار. وطبعا الزجاجات هو ما قالش ماركات، يعني الحاجات اللي محطوطه. كمان ابتدى يترقب في فتاتين كانوا قاعدين، وطبعا يعني هم موجودين في المكان ده ممكن يكون يعني فرصه لتصيد زبون او حاجه بالشكل ده، يعني الجو ده كده. هو ابتدى يبص لهم بنظره ثانيه، لدرجه ان في واحده منهم هو بص لها نفس البصه اللي هي بتاعت ايرمان اللي كان في غابة الكاميليا، الشاب البريء اللي وقع في ايد الغنيه لاول مره. هو بالظبط في عباره هنا، قبل ان يمضي شاهد الفتاه تلتفت، سددت نحو نظره غامضه لمح في عينيها بريقا لا يخطئه، حزن عميق وغشاء، برضه غشاء الطبيب ما بينساش من ضمن المصطلحات، وغشاء رقيق من الدمع. هل كانت تدعو للبقاء الى جوارها؟ برضه النظره هنا نظره، يعني هو ما تخلصش تماما من النزعه اللي هي اصلا هو يعني موجوده فيها. اللي شبهها بالظبط متحف الذكريات، في قصه هو عنوانها متحف الذكريات.